رفع هذه الستارة هنا في شارع سوريا ينذر بأن المنطقة التي لطالما عاشت الأحزان ستبدو أجمل. المتاريس والسواتر ستغيب، وبعد سيكون أفضل بكثير كثير مما قبل. باختصار، إنه الإعلان عن بدء تنفيذ مشروع ترميم وتأهيل واجهات الأبنية المتضررة في الشارع الفاصل بين باب التباني وجبل محسن، والذي موله الرئيس سعد الحريري. في خلال شهر واحد استطاعت هذه الحكومة أن تحرر قسما كبيرا من المبالغ التي رصدت لطرابلس في ظل الحكومة السابقة، والتي من ثم جرى تقييدها. يا أبناء طرابلس، وإني إذ أرفع لكم تحيات وأشواق دولة الرئيس سعد الحريري، فإني أنقل عنه أنه يحيي فيكم الرجولة والبطولة والوفاء والصبر، ويعدكم أنه سيقف دائما إلى جانب طرابلس. بيد الرئيس سعد الحريري نمحو الآن خط التماس ليصبح خط لقاء. لقد قبلت الحكومة هبة الترميم للواجهات على أن تقوم قريبا بتوزيع التعويضات على الجرحى والمتضررين وأهالي الشهداء بواسطة الهيئة العليا للإغاثة. إن الهيئة العليا للإغاثة تتقدم بجزيل الشكر لدولة الرئيس سعد رفيع الحريري على مساهمته في دعم المناطق المتضررة. تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الحريري رصد للمشروع 1,810,000 دولار، ومن المقرر أن ينتهي العمل به بعد 4 أشهر.